مساء الخير. نجاة قيادي رفيع في المقاومة من ثاني محاولة اغتيال إسرائيلية في الجنوب اليوم. صواريخ العدو تطال مدينة النبطية لأول مرة منذ اندلاع طوفان الأقصى. بعد طول أخذ ورد، مجلس الوزراء يعين حسان عودي رئيسا لأركان الجيش من خارج جدول الأعمال، وباسيل يعتبر التعيين نحرا للطائف ويطالب بمحاكمة رئيس الحكومة. ميقاتي سنعقد جلسة خاصة يوم السبت المقبل لدراسة وضع العسكريين المتقاعدين وموظفي القطاع العام. أقفلوا جميع مداخل السراي العسكريون المتقاعدون، سنواصل تحركاتنا وسنأخذ حقنا بالقوة. بعد المفادين الغربيين عبد اللهيان في بيروت غدا. البداية من الجنوب، حيث وتيرة المواجهات تشتد وغارة إسرائيلية تستهدف سيارة في مدينة النبطية ونجاة القائد العسكري العام لحزب الله من محاولة الاستهداف. وقائد سلاح الجو الإسرائيلي يقول العشرات من طائراتنا تنشط في أجواء جنوب لبنان وعند الحاجة ستتحول إلى مئات. بعد تخطيها قواعد الاشتباك أكثر مرة في جنوب لبنان والمحصور أصلا على الكرة الحدودية الأمامية، وبعد الاستهداف الذي طال بلدات في قضائي صور والزهران سابقا، اليوم تجرأت إسرائيل ونفذت غارة على سيارة في مدينة النبطية من خلال مسيرة قامت بملاحقة السيارة المستهدفة من حي البياض في المدينة، وفشلت في إصابتها في المرة الأولى حيث سقط الصاروخ في أرض مفتوحة، حيث استمرت بملاحقتها حتى تمثال حسن كامل الصباح، حيث توقفت السيارة وتمكن من فيها من القفز من داخلها قبل استهدافها بصاروخ آخر أصابها وأدى إلى احتراقها. وتضاربت المعلومات حول الغارة وحول من بداخلها. بعض وسائل الإعلام أشارت إلى استشهاد أحد الأشخاص، والبعض أشار إلى أن أحد الأشخاص هو في حال خطيرة. وكانت قد أكدت سكاي نيوز عربية نجاة القائد العسكري العام لحزب الله من محاولة الاستهداف في النبطية، فيما نفت مصادر تابعة لحزب الله عن وجود شهداء. لم يصدر أي بيان رسمي عن حزب الله حتى الساعة. في المقابل، كانت قد أعلنت إذاعة جيش العدو عن اغتيال قائد المنطقة في حزب الله المسؤول عن إطلاق الصواريخ المضادة للدروع على كريات شمونة. هذا وكان الطيران الإسرائيلي قد نفذ غارات عدة على بلدات الظهيرة وكفركلة والإخيام وعيت الشعب وأطراف بلدة طير حرفة، مستهدفا منزلا لمرات عدة مما أدى إلى تدميره بالكامل. كما استمر القصف المدفعي المركز على أطراف الخيام وتلة الحمامس وسهل الوزاني، كما طال أطراف بلدة الجبين. في المقابل، أعلن حزب الله عن استهداف مربض الزعورة وموقع بركاتريشة وأصابها إصابة مباشرة، كما استهدف موقع الرادار في مزارع شبعة وتم تحقيق إصابات مباشرة، واستهدف مبنى في مستعمرة المطلي. وفي وقت سابق كان قد استهدف حزب الله مقر قيادة اللواء الشرقي 769 التابع لفرقة الجليل في ثكنة كريات شمونة، واستهدف ثكنة برانيت بالأسلحة الصاروخية. أعلن السفير الإيراني مجتبى أماني عبر منصة إكس أن وزير الخارجية الإيرانية سيزور حسين أمير عبد اللهيان سيصل غدا إلى بيروت، حيث سيجري لقاءات هامة مع كبار المسؤولين في الجمهورية اللبنانية في إطار التشاور حول مختلف التطورات والمستجدات. في يومها 125 أبرز تطورات الإبادة الجماعية في غزة، ووفد من حماس في القاهرة للبحث في صفقة التبادل. تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة لليوم 125 تواليا عبر شن الغارات الجوية والقصف المدفعي والأحزمة النارية، مع ارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90% من السكان، حيث أعربت الأمم المتحدة عن قلقها العميق إزاء مصير السكان المدنيين بسبب تقدم القوات البرية للعدو نحو رفح جنوب قطاع غزة. بالمقابل، كبدت المقاومة جيش الاحتلال مزيدا من الخسائر في الأرواح والآليات في معارك غزة وخان يونس. سياسيا، أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكينج أن رد حماس على مقترحات قمة باريس يخلق مجالا للتوصل إلى اتفاق، مع تأكيد
هذه وجود أمور لا يمكن أن يتم قبولها. كما قال إن فريقا تابعا للأمم المتحدة بدأ مهمة في شمال غزة لتقييم أوضاع النازحين الذين ما زالوا هناك. من جهته أكد رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو أنه مستمر في الحرب على غزة، مشيرا إلى أن الاستسلام لشروط حماس سيجلب كارثة على الاحتلال الإسرائيلي. القيادي في حركة حماس أسامة حمدان لفت إلى أن الحركة لا تريد وقفا مؤقتا لإطلاق النار، نافيا في الوقت ذاته وجود عرض قطري يقضي باستبدال وقف إطلاق النار التام برفع عدد الأسرى الفلسطينيين. وحتى أمس خلف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 27,708 شهداء و 67,147 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، إلى جانب دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة. وفي الضفة الغربية استشهد فلسطيني برصاص جيش العدو الإسرائيلي في محافظة نابلس. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها نفذت مساء الأربعاء ضربة أسفرت عن مقتل زعيم كبير لكتائب حزب الله العراقي المسؤول عن التخطيط المباشر للهجمات على القوات الأمريكية في المنطقة. مكتب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أعلن أن ما تقوم به القوات الأمريكية يدفع الحكومة العراقية إلى إنهاء مهمة هذا التحالف، في إشارة إلى التحالف الدولي بقيادة واشنطن. بدورها أكدت حركة النجباء إحدى فصائل المقاومة الإسلامية في العراق في بيان أن الاستهداف الأمريكي للقياديين في كتائب حزب الله العراقي لن يمر من دون عقاب. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اجتمع بالرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله، وأكد الالتزام بزيادة إيصال المساعدات إلى غزة، مشيرة إلى أن بلينكن شدد في لقائه الرئيس الفلسطيني على رفض واشنطن أي تهجير قسري للفلسطينيين من غزة. وأوضحت الخارجية الأمريكية بأن بلينكن ناقش مع عباس فوائد إعادة تنشيط السلطة الفلسطينية، وأكد دعم واشنطن إقامة دولة فلسطينية مستقلة كأفضل سبيل لتحقيق السلام والأمن الدائمين. مجلس الوزراء صدق على نشر الموازنة وعين رئيسا للأركان في الجيش. ميقاتي أكد أن جلسة السبت هي لاستكمال درس وضع العسكريين المتقاعدين وموظفي القطاع العام. في السراي الحكومي عقد مجلس الوزراء جلسة بعد مرور حوالي 3 ساعات على الموعد المحدد لانعقادها، وذلك تزامنا مع حراك العسكريين المتقاعدين وسط انتشار أمني كثيف للقوى الأمنية. وفور انتهاء الجلسة أعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أنه تم التصديق على نشر موازنة العام 2024 وستكون فورا موضع تنفيذ. كما كشف عن عقد جلسة استثنائية لمجلس الوزراء يوم السبت المقبل لاستكمال درس وضع العسكريين المتقاعدين وموظفي القطاع العام. أقر صودق على نشر موازنة عام 2024، وهذه لها من الأهمية الكبرى، موازنة 2024 لحتى تسير أمور الدولة، وهي فور نشرة ستكون موضع تنفيذ. الموضوع الثاني اللي بحثناه موضوع أثار بعض الوزراء عن موضوع زيادة بدل الانتاجية للقطاع العام وللعسكري والمتقاعدين، وهل ما بند ما كان أصنع مجلس وزراء ولا محطوط على بند مجلس وزراء، ولا أنا أستغرب لكل هذا الضجة والضجيج، لأنه ليس وارد كنا أن نشوف مجلس وزراء اليوم، بل أنا أعطيت فرصة أكثر لمزيد من التريث والدرس بهذا الموضوع. ولكن معالي الوزراء من حرصهم على إقرار هذا الموضوع بأسرع وقت ممكن من أجل استمرار العمل بالقطاع العام وأعطاء كل ذي حقه حقه، قررنا أن نعقد جلسة مجلس وزراء استثنائية نهار السبت المقبل للبحث بهذا البند بالذات، بعد أن يتوزع على الوزراء المشاريع المطروحة، وأن نبحث بأن نقوم بهذا الأمر. هذا الأمر ما حدا يقلنا على حرصنا على الموضوع، أنا أعي تماما الواقع الحالي والواقع الاجتماعي المتقاعدين وللأوضاع التي يمرون بها،
ولكن نحن محكومين بسقف معين من الانفاق لا نستطيع تجاوز هذا الانفاق. فضمن هذا السقف طالبوا بعض الوزراء ان ينظروا بامكانيه العداله اكثر بالتوزيعات المطلوبه. فلهذا السبب جلسه قادمه قريبا نهار السبت للبحث بهذا الموضوع. انا باكد حرصي على هالاخوان وعلى هالمتقاعدين اللي هن خدموا هالبلد وهن موجودين بالبلد وهن ما ممكن ننسى فضلهم بالموجود، ولكن برجع بقول نحن محكومين بسقف معين. الرئيس ميقاتي أعلن أيضا تعيين اللواء حسان عودي رئيسا للأركان في الجيش نظرا لضرورة الأوضاع الأمنية والعسكرية والعدوان الإسرائيلي. وتعليقا على تعيين رئيس للأركان، قال رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل 8 شباط 2024 هو اليوم الذي نحرت فيه حكومة مستقلة دستور الطائف، فمن اقترح على الحكومة المستقلة تعيين موظف فئة أولى من دون الوزير المعني هو قد اغتصب صلاحية دستورية تعود لوزير الدفاع وفقا للمادة 66 من الدستور، وهذا جرم جنائي معاقب عليه بالاعتقال لمدة لا تقل عن 7 سنوات وفقا للمادة 306 من قانون العقوبات، وهو كذلك مسؤول عن أفعاله الجنائية أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء وفقا للمادتين 70 و 71 من الدستور. لنرى إذا كان هناك 26 نائبا على الأقل وخصوصا من الذين يطالبون بالتغيير وبدولة القانون مستعدين لتقديم طلب اتهام بحقه بموجب عريضة تقدم للمجلس النيابي وفقا للقانون 13/1990. وأضاف باسيل من البديهي أيضا أن يقدم طعن أمام مجلس شورى الدولة بهكذا قرار وبهكذا مرسوم صادر دون توقيع الوزير المعني، ومن الطبيعي أن يقبل الطعن ويتم وقف تنفيذ القرار فورا وإلغائه، وإلا ما معنى أن يكون هناك دستور وقانون وشورى دولة. وتابع باسيل إن رئيس الحكومة الذي قدم الاقتراح قد ذبح الطائف والوزراء المشاركون أعلنوا وفاته اليوم، وإلى المرجعيات الدينية والأحزاب السيادية التي تطالب كل يوم بانتخاب رئيس حر وسيادي نقول لهم أين أنتم من هذه العناوين؟ وكيف ستطالبون بعد اليوم القائمين بهذه الحكومة والذين تتهمونهم بالتعطيل أن يقوموا بانتخاب الرئيس؟ وختم بالقول السطو على صلاحيات فخامة الرئيس يا دولة الرئيس هو كالسطو على المال العام وهذا حرام. الجريمة ليست فقط قتل إنسان بالسلاح، الجريمة الأكبر هي قتل وطن بالدستور. وزير الدفاع موريس سليم كان قد علق على تعيين رئيس للأركان في الجيش معتبرا أنه مخالفة دستورية وقانونية جديدة ارتكبها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تضاف إلى سلسلة مخالفات وتجاوزات ترتكب منذ بدء الشغور الرئاسي، وسيبنى على هذه المخالفة ما يقتضي لحماية المؤسسة العسكرية من التجاوزات التي تستهدفها في وقت يفترض أن تبقى بعيدة عن المحاصصة والمحسوبيات وتسديد الفواتير السياسية. ونفى الوزير سليم يكون اقترح أي أسماء للتعيينات العسكرية، وقال المؤسف أن رئيس الحكومة كان في طليعة الرافضين للتعيينات في ظل الشغور الرئاسي. في المقابل شكر شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى مجلس الوزراء على تعيين اللواء حسان عودي رئيسا للأركان في الجيش اللبناني مهنئا المؤسسة العسكرية واللواء، وقال الشكر لرئاسة مجلس الوزراء وللمجلس مجتمعا على الخطوة الواثقة التي تصب في مصلحة الجيش والوطن، والتمني الدائم بأن يبقى جيشنا الوطني رمز وحدة البلاد وضمانة أمنها. استباقا لجلسة مجلس الوزراء كان قد تجمع العشرات من العسكريين المتقاعدين منذ ساعات الصباح الباكر في ساحة رياض الصلح وعند المداخل المؤدية إلى السراي الحكومي، حيث حاولوا منع وصول الوزراء إلى الجلسة نتيجة غياب بند العسكريين المتقاعدين عن جدول الأعمال، إلا أن عددا من الوزراء استطاعوا المرور وعقدت الجلسة، وقد حصل سجال وتلاس بين العسكريين
العسكريين المتقاعدين لدى محاولتهم الدخول إلى السراي، وألقيت قنابل مسيلة للدموع لإبعاد المتظاهرين، وأكدوا أنهم لن يسكتوا عن حقهم وهم في صدد تصعيد تحركهم الهادف أولا وأخيرا إلى تحسين أوضاعهم وعيشهم بكرامة. بعد تداول فيديو عبر التواصل الاجتماعي لأحد المضمونين يظهر تسلمه تشيك من الضمان الاجتماعي بقيمة 10,000 ليرة لبنانية، كيف بررت إدارة الضمان هذا الإجراء المستغرب عبر تلفزيون لبنان؟ انتشر عبر التواصل الاجتماعي فيديو لسائق تاكسي يدعى مصطفى أحمد نكوزي يطرح في خلاله ما حصل عندما تم تقديم المعاملة وقيمة التشيك التي بلغت 10,000 ليرة لبنانية. أنا شوفار إلي شي 20 سنة والحمد لله مضمون، زلنا على الضمان امبارح قدمنا فاتورة دواء باسمي، بقوم أنا نطرت الساعتين وبدي أنطر، نطرت تشيك كاش، قوم كتر خيرهم يعني بالله بيارك فيهم، عطوني تشيك ب 10,000 ليرة. هلا ترى الورق ما حقق اكثر من 10,000، والله عاد انا شوفر تاكسي اعطوني 10,000 ليره مين بيرضيها؟ ولا شو بدنا فيها 10,000؟ ومعي فواتير لبنتي، ايونا شفتون الله المستعان، اربع فواتير دواء ما قدمتهم على الضمان عشان ما بدي اقدم، خلص شوفر تاكسي لحقنا على الركب وعلى الشغل وانا ما عم بشتغل، زلمه مريض بعترف انه مريض ضغط ورواية والحمد لله، بس 10,000 وين الدولة وين الحكومة وين الوسائل؟ كيف 10,000؟ واللي والله الورقة أغلى أغلى منه حش حرام، هي أقرب على الكاميرا يا خي 10,000. وفي حوار مع رئيس مركز صيدا محمد خليفة أوضح التفاصيل. مضمون أحمد النقوزي تقدم بخمس شباط بمعاملة الضمان الصحي على مركز صيدا. معاملة الضمان الصحي تتألف من أربع استمارات، استمارة لإله لنفسه وثلاث استمارات لأحد أفراد عائلته، هي بنته فوق 18 سنة. نعم. وبقانون الضمان لتستفيد أفراد عائلة المضمون فوق 18 سنة بده يكون عندهم إفادة جامعية، يعني بده يكون عندهم تكريس كامل وقتهم للدراسة. نعم. على تصفية المعاملة طلب منه إنه في ثلاث استمارات لأحد أفراد عائلتك اللي هي بنتك يتوجب تقديم إفادة جامعية لا نقدر نصفي لك المعاملة. قال ما معه إفادة جامعية، واللي عرفنا انه هي يمكن بطل بالجامعة، يعني ضل في عنده فاتورة واحدة لإله، فاتورته هي بتتضمن ثلاث أدوية، في دوايين غير واردين على جدول الأدوية المدرج بالضمان. نعم. بالتالي نحن ما بنقدر نصرف له إياهم. ضل في دواء واحد، دواء واحد قيمته بالضمان 13,000، 80% بيطلع 10,000، حقه طلبه وبده الشيك، عملنا له الشيك لإله. اعتصام أمام قصر العدل لأهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت للمطالبة باستمرار التحقيق. فاصل ونعود. أحييكم مجددا ونتابع قراءة نشر. الرئيس بري التقى وفدا فرنسيا وأكد أننا ملتزمون بتطبيق القرار 1701 ونؤكد ضرورة تعزيز الجيش اللبناني. رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال لقائه في عين تين وفدا فرنسيا ضم المدير العام لشؤون السياسة في وزارة الخارجية فريدريك موندوليني أكد الالتزام بتطبيق كامل للقرار 1701، كما شدد على ضرورة تعزيز الجيش اللبناني عديدا وعدة والتعاون مع قوات اليونيفيل، وكان قد تناول بحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة على ضوء مواصلة إسرائيل لعدوانها على لبنان وقطاع غزة. وكان قد استقبل الرئيس بري وزير الصحة في لاتفيا حسام أبو مرعي بحضور قنصل لاتفيا لدى لبنان جيرار رينو، وتناول اللقاء الأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين.
استقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وفدا فرنسيا في السراي الحكومي، ضم المدير العام للشؤون السياسية في وزارة الخارجية والمدير العام للعلاقات الدولية والاستراتيجية في وزارة الدفاع ونائب مدير شمال أفريقيا والشرق الأوسط في وزارة الخارجية والسفير الفرنسي إيرفي ماغرو. السفير ماغرو أشار إلى أن الزيارة هي لمتابعة زيارة وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورني، وطرحنا خلالها أفكارنا بشأن الوضع في جنوب لبنان. مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان بحث التطورات المحلية والإقليمية مع رئيس حزب الحوار النائب فؤاد مخزومي، الذي أشاد بالموقف السعودي تجاه فلسطين المحتلة، داعيا إلى صحوة سياسية وإيصال رئيس يتمتع بالمواصفات التي طرحتها اللجنة الخماسية. الدول اللي لها دور اليوم بلبنان لا شك انه اليوم عم تعمل شغلة، خلينا نعطيها المجال تفعليا توصل لحل وتعطينا خريطة الطريق. واذا شفنا هذه الخريطة الطريق هناك اطراف بالداخل اللبناني معارضين عليها وعم يطلبوا تدخلات دولة تانية وبالذات يعني ايران، اللي السؤال اللي الكل عم يسألوا فيه، ساعتها الواحد بيطلع فيها. بس نحن بعد ما اعطينا فرصة للخماسية حتى ننفذ هذه الخطة اللي طرحوها ونشوف اذا كانت ناجحة او لا. دائما نحن رافضين عملية انه بدنا نتعاطى بالمفرق. الخماسية هذه اول مرة بيقولوا ليس عندنا مرشح، عندنا نحن مواصفات للرئيس، عندنا مواصفات خريطة طريق لهذه الدولة، ونحن بنتمنى انه نحن كنا كقوى سياسية ناخذ هذا ما هو طرح علينا ونجرب ننفذه. اذا ما صار في شيء بالاخر الله عطينا العقل والحكمة والمسؤوليات حتى بالاخر نتعاطى فيها ونطورها لمصلحة هذا البلد. متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطرانية سعود استقبل في دار المطرانية الرئيس فؤاد السنيورة، يرافقه الوزراء السابقون رشيد درباس، طارق متري وخالد أباني. السنيورة قال الرئيس الحريري هو ابن هذا البلد ومجيئه دائما مرحب به، وكنت ضد اعتكافه وأرى أن عودته ضرورية، وهو يختار إذا كان يريد الاستمرار في اعتكافه أو أن يأتي إلى لبنان ويقيم فيه ويمارس عمله السياسي. وفي مقدم هذه القضايا التي بحثناها حول التأكيد على أهمية المبادرة والأولوية لانتخاب رئيس الجمهورية، وذلك يجب أن يتم حسب ما ينص عليه الدستور وليس من خلال التمسك بوسائل أو أساليب أو محاولة خلق ما يسمى بأعراف جديدة من أجل انتخاب رئيس جمهورية. التقى رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل السفيرة الأمريكية ليزا جونسون في زيارة تعارف جرى في خلالها التأكيد على الاهتمام بلبنان وعلى دور اللجنة الخماسية ووحدة موقفها لناحية أهمية انتخاب رئيس الجمهورية في أسرع وقت وتسهيل العملية من قبل جميع الأطراف. رئيس الكتائب شدد من جهته على ضرورة حماية لبنان وتحييده ومنع توريطه في الحرب الدائرة في المنطقة والضغط باتجاه تطبيق القرار الدولي 1701 واستعادة لبنان لقراره الحر وعودة المؤسسات إلى عملها وفصل الرئاسة عن ملفات الصراع. كما أكد على أهمية الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة للجيش اللبناني ومحورية دوره. اجتماع لبناني عراقي في غرفة بيروت وجبل لبنان للبحث في التعاون وزيادة التبادل الزراعي، ووزير الزراعة العراقي يلتقي الرئيسين بري وميقاتي. الأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين لبنان والعراق، لا سيما برنامج التعاون الزراعي بين البلدين، قضايا بحثها رئيس مجلس النواب نبيه بري مع وزير الزراعة العراقي عباس جبر المالكي. بدوره رئيس الحكومة نجيب ميقاتي رعى توقيع مذكرة تفاهم بين لبنان والعراق في المجال الزراعي بين الوزيرين العراقي واللبناني عباس الحاج حسن. وأكد ميقاتي خلال اللقاء متانة العلاقات بين لبنان والعراق، شاكرا العراق على مساندته لبنان في كل الظروف،
وأشار إلى أن مذكرة التفاهم في المجال الزراعي تشكل فاتحة لتعاون متجدد في كل المجالات، مشددا على أهمية أن يشمل هذا التعاون المجالات كافة. وفي غرفة بيروت وجبل لبنان اجتماع لبناني عراقي بحث في التعاون وزيادة التبادل الزراعي، حيث استقبل رئيس الهيئة الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير وزير الزراعة العراقي مع وفد اقتصادي زراعي عراقي بمشاركة وزير الزراعة عباس الحاج حسن والقائم بأعمال السفارة العراقية في لبنان أمين النصراوي وسفير لبنان في العراق علي حجاب وحشد من الهيئات الاقتصادية ورؤساء النقابات الزراعية والاقتصادية. وتوجه شقير بالشكر الجزيل إلى دولة العراق الشقيقة قيادة وشعبا على كل ما قدمته للبنان من مساعدات وهبات ووقوفها إلى جانبه في عز الأزمات وآخر وخلال زمن الانهيار الاقتصادي. بدوره أعرب الحاج حسن عن سروره باستقبال الوفد العراقي، لافتا إلى أنه من أهداف هذه الزيارة التأسيس لبناء ثقة جديدة، كما أنه هناك ضرورة لإعادة الثقة بيننا وبين أشقائنا. من جهته أعلن المالكي أن توقيع مذكرة التعاون الثنائية مع لبنان ستتضمن الكثير من عوامل التعاون والتنسيق المشترك في النشاط الزراعي. أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان بأن محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود، وبناء على ضرورات المصلحة العامة وحفاظا على حقوق أهالي وسكان مدينة بيروت، تقدم اليوم في تاريخ 8/2/2024 بإخبار إلى جانب النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم يتضمن 90 اسما لأصحاب أو مستثمرين للمولدات الكهربائية في مختلف مناطق مدينة بيروت الذين لم يبدو أي استعداد بالالتزام بالأنظمة التي ترعى عمل المولدات الكهربائية ومثابرين على مخالفة القرارات الصادرة في هذا الصدد سواء عن بلدية بيروت أو أي مرجع رسمي آخر، مطالبا باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في حقهم تمهيدا لوضع حد لهذه المخالفات والتجاوزات المرتكبة، محتفظا بحق الادعاء الشخصي في وجه كل من تظهره الملاحقات والتحقيقات التي ستحصل نتيجة الإخبار الحاضر. صدر عن قيادة الجيش مديرية التوجيه أنه بتاريخ 6/2/2024 وبعد عملية رصد ومتابعة لعصابات ترويج المخدرات في مناطق مختلفة من قبل مديرية المخابرات، تبين انتماء 3 سوريين إلى إحدى هذه العصابات، وأثناء محاولة دورية من المديرية توقيفهم في بلدة النعمة أطلقوا النار على عناصر الدورية فردوا بالمثل ما أدى إلى مقتل ميم عين وهو الرأس المدبر للعصابة، كما أوقف كل من بي في ويي كاف وقد ضبطت في حوزتهم كمية من المخدرات وسلمت المضبوطات وبشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص وتجري المتابعة لتوقيف بقية المتورطين. وإلى أخبارنا الدولية، نتائج الانتخابات العامة تتظهر بدءا من الغد، وفي إجراء يهدف إلى تعزيز الأمن أغلقت باكستان بعض حدودها البرية خلال العملية الانتخابية. قتل عدد من الأشخاص غالبيتهم من عناصر الشرطة في هجمات مسلحة في باكستان بالتزامن مع انطلاق الانتخابات العامة في البلاد، حيث توقفت خدمات الهواتف المحمولة مؤقتا وأغلقت بعض الحدود البرية للحفاظ على النظام وفرض القانون. وزارة الداخلية الباكستانية أوضحت أنها اتخذت هذه الإجراءات بعد مقتل 26 شخصا جراء انفجارين بالقرب من مكتبي مرشحين انتخابيين في إقليم بلوشستان في جنوب غرب البلاد، وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عنهما. السلطات الباكستانية نشرت عشرات الألاف من الجنود في الشوارع ومراكز الاقتراع، كما أغلقت الحدود مع إيران وأفغانستان في شكل موقت. وعلى الرغم من التشديدات الأمنية، أعلن رئيس الشرطة المحلية أن 4 من رجال الأمن قتلوا في انفجار قنبلة وإطلاق نار استهدف دورية للشرطة في كولاتشي في منطقة إسماعيل خان شمال غرب البلاد، إلا أن مراكز الاقتراع لم تتأثر نظرا لعدم سقوط ضحايا مدنيين.
القلق الأمني وبرد الشتاء القارس لم يمنع الناخبين من الاصطفاف في طوابير طويلة عند مراكز الاقتراع قبل ساعات من انطلاقها، وإلى جانب العنف المسلح تجري الانتخابات أيضا في خضم أزمة اقتصادية عميقة وفي بيئة سياسية شديدة الاستقطاب، إشارة إلى أن رئيس الوزراء السابق عمران خان كان قد دعا من السجن مؤيديه إلى الانتظار خارج مراكز الاقتراع بعد التصويت وحتى إعلان النتائج. إلى هنا نأتي إلى ختام نشرتنا، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.